فنصيحة لكل أولياء الأمور، ابنك هيجي يوم أو بنتك هينسى نتيجته في الثانوية العامة، بس والله لا يمكن ينسى ردة فعلك اتجاهه، والله لا يمكن ينسى ردة فعلك اتجاهه، فبالله عليك ما تكسرهوش. زائد إن الرزق مش في التعليم فقط، رزق الله واسع في كل اتجاهات، فبلاش تجعل هم من واحد ينسيك ألف من النعم. لا، عيش وخليك مبسوط وراضي ومتراضي. انت بتزرع الزرعة وبتروي المية، وعلى الله التخدير، مش متحكم في انها تطلع او تنزل. ربنا منع عنك بحكمة، ولما يعطيك بيعطيك بحكمة، فاعرف ان كان المنع من عند الله فهو قمة العطاء، وقل الحمد لله، واعلم ان النجاح الحقيقي فعلا 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 هو انك تعيش سعيد. فما تخليش هم واحد يأثر عليك، او انت مثلا حزين تعبان. طب ليه؟ هي طاعة الجنة ام اخبرت بعدم القبول؟ ترأف بنفسك فكل ما دون الجنة دون. طب سؤال، ايه هي اعلى رتبة في التاريخ؟ ما هياش جائزة نوبل اللي هتاخدها في المجال المتخصص بتاعك، ولا هي نجوم ونسور واسف متقاطعة، لا نهائيا. اعلى رتبة في التاريخ ان ينادى في السماء ان الله يحب فلانا فأحبوه. بالنسبة لده ده بكار، عشان ما ناخدوش الموضوع على محمل الجد. بكار، قول لهم ان رزق مش في التعليم بس، نجاحك الوحيد انك تعيش سعيد، رزقك في سلامك النفسي. وممكن يجينا حد من الطلاب يقول انت طالع بالارنب ليه؟ اقول لك عادي، انا الحمد لله معي مزرعة، تمام، وبيجيني اسبوعيا اكتر من 88 واحد، يعني اعلى من مجموعك. وقل الحمد لله يا رب اني راضيا متفائلا متبسما. يا رب إني راضيا متفائلا متبسما، ثقة في عدلك قاضيا يا الله، والنصر منك آتياً.